في فيديو آخر للأسف، رغم حملات التوعية التي تقوم بها مصالح الأمن ومختلف الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على الواقع من جمعيات وغيرهم، شاهدوا بعض التصرفات التي هي عبارة عن للأسف من بين قوسين عبارة عن سوء تربية، عبارة عن قلة أدب، عبارة عن فساد في الأخلاق، وهي الاستهزاء بمصالح الأمن. نتابع هذا للأسف هذه هي الصور التي أثارت استياء واستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار استفزازك للدوريات التي تسهر على أمنك لا يجعل منك بطلا مغامرا وإنما جاهلا بدون تربية ولا أخلاق. هكذا علق أصحاب أو أدمن صفحة ولاد البرج على مواقع التواصل الاجتماعي.